سؤال يعني من المركز ال 15 26 نقطة الباطن لحد المركز السادس الفيحاء 34 نقطة، يعني الفروق بينهم تقريبا 8 نقاط بين كل المراكز دي. نيجي بقى من المركز السادس للقمة، نبدأ بقى القمة 61، الثاني 58، فالفروق من السادس للأول ضعف النقاط. جودة عمل ده الفرق في ايه؟ هنا بقى نيجي فرق، الفرق كبير هنا، فرق جودة ضعف عمل. جودة عمل اليوم نتكلم على الفرق اللي موجودة على مستوى الخمسة اللي في القمة، في مؤشرات كانت موجودة من الاتحاد لحد ضمك. نعم، ضمك يمكن الموسم الماضي قدم موسم جدا رائع، كان مفاجأة كبيرة السنة اللي فاتت، وحتى هذا الموسم يعني كل الناس توقع انه يكون له دور كبير حتى على مستوى المنافسة. يمكن لسه فريق ضمك، وانا احيي من خلال هذا البرنامج إدارة ضمك بقيادة اخويا صالح ابو نخاع، عندهم استراتيجية وهدف واضح، انهم ما يقول لك انا عندي 4 سنوات حشتغل على 4 سنوات. اتكلم عن الاتحاد، قدم عربون الدوري الموسم الماضي، يعني اتحاد قبل موسمين، اللي بيشوف الاتحاد في صدارة الترتيب قبل موسمين كان مهدد بالهبوط. صحيح، تغيير، تحول، ده تحول اليوم بتشوفه على مستوى التنافسية. تتكلم على الهلال ثابت ما شاء الله تبارك الله، يعني الهلال الجميع متغيرين والهلال ثابت بسبب العمل المميز اللي يعني يقدم في إدارة الهلال. على ذكر الهلال، هل دياز أعاد الهلال مرة تانية للمنافسة، ولا كان الهلال ماشي أصلا في طريق الصح، مش هو بس اللي أعاد الهلال للمنافسة؟ هو شوف، جارديم مدرب كبير، لكن كان عنده مشاكل في عملية التمسك في كثير من أفكاره. لعيبة الهلال يحتاجوا لعيبة، يعني يحتاجوا تحرير فني، لعيبة موهوبين، عندهم ابتكار، عندهم إبداع، عندهم جراءة في اتخاذ القرار، لعيبة ما شاء الله تبارك الله سواء على مستوى جدا. فبالتالي هم يحتاجوا نوع من التحرر. دياز أعطاهم هذا التحرر. دياز لو كان موجود في فترة سابقة كان اليوم ما حيكون في تنافسية، كان الهلال حسم اللقب. يعني لو كان موجود من بداية الموسم كان الهلال من بدري فرق؟ من بدري، لأنه الهلال أغلب النقاط اللي ضيعها من فرق الى حد ما، يعني ما هي الفرق المنافسه. احنا ما بنقول انه فرق ضعيفه عندنا في الدوري السعودي، لا، فرق كلها قويه، لكن ما كانت من ضمن اهدافها عمليه التنافس. لان لو نتكلم على هدف تنافس، اذا التركيبه تكون مختلفه. صحيح، على مستوى اللاعب ومستوى اللاعب المحلي وحتى على مستوى اللاعب الاجنبي. فبالتالي دياز لا غير كثير من الامور، طور اللاعبين واداهم حريه اللعب، يعني مش عايز يلعب بطريقه متمسك بيها، بالعكس هو طور من اداء اللاعبين في بعض الاوقات، وكمان اداهم حريه في بعض المناطق فخلاهم يطلعوا احسن ما عندهم. صحيح، وكان موجود في مباراتين الاتحاد، يعني لك ان تتخيل، وهذه حاجه كذا مهمه، ممكن الاتحاد يعني في حال فوزه في 3 جولات المقبله ياخذ الدوري، لكن ما فاز على الهلال. مشكله، ما فاز، يعني ياخذ الدوري من بالنسبه للجماهير برضو يقول لك انا ابغى الدوري، انا عايز الدوري. لك انا في ناس تقول لك انا مهم ان انا كسبتك، انا مهم ان انا اخدت الدوري، فكل حد اخد حاجه، بس لسه انا متاكد ان هيفضل لحد اخر جوله التنافس قوي على الصداره بين الاتحاد والهلال. ولكن المفاجآت في حال انه تجاوز الاتحاد ازمه الطائي، انا اشوفها ازمه حقيقيه. يعني انت شايف لو قدر يفوز في الجوله الجايه على الطائي خلاص هتكون المباراه، لا هو هيقابل الاتفاق بعدها، لا هيكون يعني مباراه اكثر اريحيه اليوم الاتحاد بعد هزيمه الهلال، وفي ظل الغيابات اللي حصلت هيكون تحت ضغط، فمباراة الطائي حتكون أزمة. تجاوزها لا، ممكن يرجع كثير من الأمل، يكون في نوع من الارتياح عند المنظومة بشكل عام. اليوم المنظومة مشدودة.